مساء الخير عبر شارع الفن، حدي صديقي وخيي اللي كنا اشتقنا له وبدنا اياه دائما نضل على الساحه بقوه اكثر واكثر واكثر. زكي شريف بقول لك مساء الخير، اشتقنا لك كلنا والفانز دائما كل يوم بيسالوا عنك بيقولوا زكي شريف وين؟ انا مقصر. ايه مقصر بس عم بتحضر. عم حضر طبعا، عم حضر. سمعتك ان شاء الله، ان شاء الله يكون نجاح من الله وتوفيق من الله، وبتمر بعض ظروف هيك خلي الانسان كده عاد شوي صغير، بعدنا خدنا نفسنا شوي صغير وان شاء الله راجعين. شو بتقول لكل جمهورك عم بشتغل الفن؟ توعدهم بشيء جديد، ما بعرف، على الشاشه الصغيره، على الشاشه الكبيره؟ هلا عندي اغنيه عم حضرها ان شاء الله خاصه، اللي في اكثر من اغنيه عم حضرهم خاصه، وفي عندنا كمان فيلم رح اشارك فيه لتجار مرفق بيروت، هيدا سكوب خاص، وفي عنا غنية رح تكون بقلب الفيلم كمان للمرفق رح نكون كمان نغنيها نحن، وما رح نحكي الاسماء المشتغلين بالعمل، خلينا كمان قعدة تانية عشان بس مثل بيقولوا حفاظ على مشاعر الناس الموجودين، هن اذا بدهم يقولوا ما بده يقولوا هلا بهالفترة، وكمان توفي من رب العالمين. هيدي قضية بتهمنا كلنا سوا، تجار المرفق، غير مواضيع الاغاني الخاصة. يا رب بدنا هيك ختاما مباشر، اول شيء انا ما عيطتك بموقع شارع الفن كمان بعيد اي واحد صار ال 11 صار ال 11 وموافق مع عيد ميلادك كمان بتلاقي تحت الحيران صار سوا انت، وانت همتك كمان عم تكون معنا وعم تكون حد من دايما بوجودك، ما انت كمان مش مقصر معنا ابدا جد، يعني من اول بدايتك بستار اكاديمي وانطلاقتك بعالم الفن لليوم، يعني نحن حد بعض هو مش حكي وما في مصلحه ما بيناتنا، صحيح مش حكي اعلام بس اليوم نجاح اللي بيطلعوا الفنانين اليوم كان اي برنامج او اغنيه خاص نجاحهم هو الاعلام والصحفي، فتعبكم معنا كمان على العين وعلى الراس، وانت عندك كاريزما وشخصيه وصوت حلو ونفسيه حلوه، وتحيه لاهلك اللي انا بحبهم جدا جدا. من اللي بحبوك؟ شو من الا تقول غنيتي ايه بتفارقني ماني مفارقي ما بنساك لولا بتنساني ساكن قلبي حبك سابق كلك طاب دمي بشرياني بدك لو تاجرني ارضى وايامي من دونك تمضى انا لحرق هالدنيا بارضى وما خليك لحدا تاني. الله يرزقك. قديش كان في ضجه، كان في ناس عم تحكي بتحكي لما سمعوك عم بتغني. هيدا سر نجاحها حبيبي، صوتك من هون بجنن وقلبك من هون بجنن. شكرا لك وان شاء الله بنشوفك بالفيلم. شكرا لك. بدنا نشكر كمان المخرج توني غطاس اللي عنده هالهمه رغم كل الظروف الصعبه. حيشتغل لي كمان الكليب، توني غطاس حيشتغل لي الكليب كمان ما عدا يلا هذا سكوب ثاني، يلا ما عدا الاخراج الفيلم المرفق راح يكون كمان في عمل خاص بالاغنيه كمان مع الاستاذ توني. ان شاء الله يا رب نشوفكم قريبا. دولنا توفيق من رب العالمين مهمتكم. شكرا.